الان انزعجنا وما شلنا نلحق الموقف، لكن احنا يا اخوانا الشد دايرينه، في مندسين، في ناس دايرين يخربوا الحكايه الماشيه دي، في ناس دايرين يغيروا الوضع الماشي، التغيير ده ما راضيهم، لكن ان شاء الله لو الناس اتفهمت، لو الناس فهمت القضيه، الناس بتحسم المساله دي، وان شاء الله القناصين اللي الان بيضربوا في الناس من بدايه التغيير لغايه الان، ان شاء الله هنخد يدنا عليهم ونقدمهم ان شاء الله لعداله ان شاء الله. طيب يا اهلنا ما قصرتوا، شكرا، شكرا لادارتكم الاهليه، شكرا لنظاركم، شكرا للطرق الصوفيه شيوخ، وشكرا للامراء، وشكرا للعمد، وشكرا للاعيان، وشكرا للشباب والمراه وكل الجميع في المنطقه. احنا والله شاكرينكم ومقدرين يعني ما قمتوا به. ان شاء الله احنا مهمتنا زي ما قلنا يا جماعه، مهمتنا حمايه الناس، مهمتنا حمايه اي ثوره سلميه، دي مهمتنا يا اخواننا، ودي ربنا بيسالنا منها. فان شاء الله يعني احنا يا اخواننا برضو من مهامنا معاش الناس، من مهامنا معاش الناس، من مهامنا محاربه اي ذول بتاجر باسم الناس، بتاجر بقوت يوم الناس، دي مهمتنا يا جماعه. فابشروا بالخير، ابشروا بالخير، ابشروا بالخير. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى انه يتم سلام شامل عادل ما يقصي حد. احنا يا اخواننا ما دارين يتم اتفاق وفي مظاهرات تطلع، يتم اتفاق وفي ناس مظلومين، يتم اتفاق وفي مشكله في البلد، ما دارين حاجه كل الناس تكون كتله واحده. ونحن يا جماعه من هنا انت بتقولوا عسكريه 100%، وانا بقول لازم مجلس ودراء مدني يدور البلد، وان شاء الله يكون عن قريب من كل الاخوان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا، شكرا، بارك الله. أعزل المشاهدين الآن تقدم اللجنة العليا لعموم قبائل الكوالا وثيقة للنائب الأول لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي. ونبايعكم على حمايتكم في الزمان المقبل، سنكون بإذن الله تعالى عونا وسندا وعضدا لكم حتى يتحقق الأمن والاستقرار ويعم السلام في ربوع الوطن الحبيب.